وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة. دكتور محمد، بعد التحية، على ما يبدو أن قناة الجزيرة القطرية مستمرة في لعب ذات الدور الذي وجدت من أجله في إثارة الفتن وتبني كل خطاب معاد لدول الخليج وتحديدا لمملكة البحرين. كيف تفسر ذلك دكتور؟ مساء الخير. يعني اسمح لي في البداية نركز على عدد من النقاط يعني التي تحدد من وجهة نظري الموقف الحال. يعني أولا، مملكة البحرين وافقت على بيان العلا أو بيان المصالحة وحضرت إلى القمة مع بقية الأشقاء إيمانا منها بضرورة الحفاظ على كيان مجلس التعاون وعلى اللحمة الخليجية. ومملكة البحرين ليس لديها ما تخفيه هنا، فهي واضحة في مطالبها ومتطلباتها، وقد وجهت دعوتين إلى قطر لإرسال فريق إلى مملكة البحرين للتباحث في سبل حل النقاط التي تشكل أساسا للمشكلة مع قطر. وقطر في الواقع لم تستجب حتى اللحظة لهذه الدعوات، الأمر الذي يطرح تساؤلا في الواقع عما تخفيه قطر من جانبها في هذا الأمر في الوقت الذي ليس لدى مملكة البحرين أي شيء تخفي. المسألة الأخرى والمهمة أيضا هي أن الممارسات الإعلامية القطرية وتحديدا قناة الجزيرة أتصور أنها تتنافى بشكل تام مع بيان العلا وما ورد فيه بالذات من التزامات، لأن ما يحدث حاليا من استهداف وإساءات متكررة وتشويه وقلب للحقائق وغير ذلك. وقد استعرضتم جملة من ممارسات هذه القناة وما شكلته من عبء على النظام في قطر، هو تدخل في الواقع سافر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وهو أمر ينافي مبدأ حسن الجوار وينافي في الوقت نفسه ما ورد في اتفاق العلا جملة وتفصيلا. وآخر نقطة طبعا في هذا الجانب، أنا في الواقع أتساءل إلى متى سوف يستمر هذا الوضع مع قطر، وهذا يعني تساؤل طرحته بشكل متكرر، وما هي الإجراءات المطلوب اتخاذها ككتلة خليجية موحدة تجاه هذه الخروقات. وأنا أجزم طبعا أن ثمة مراجعة شاملة مطلوبة في هذا الشأن، لأن الالتزام تجاه بيان العلا كان التزاما خليجيا جماعيا، والتعامل مع الخروقات التي تقوم بها قطر لهذا البيان ينبغي أن يكون تعاملا خليجيا شاملا. نعم دكتور، دول كثيرة كما رأينا في التقرير السابق من الشرق إلى الغرب عانت من إعلام القناة القطرية. برأيكم إلى أي مدى تسبب هذه القناة عبئا على المواطن القطري؟ كما نعلم أن قناة الجزيرة هي قناة موصومة وموسومة بالإرهاب، ولها تاريخ طويل جدا من دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة في مختلف الاتجاهات. بالتالي ما شكلته هذه القناة من عبء ليس فقط كان نتيجة الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها مختلف دول العالم تجاه قطر تحديدا بسبب هذه القناة، وإنما أيضا ما بات يعانيه اليوم المواطن القطري من إشكالية محاولة هذه القناة ومن يقفون خلفها يعني إصباغ نوع من صبغة الإرهاب ونوع من التشكيك المستمر تجاه المواطن القطري في أي مكان في العالم. أنا شخصيا أعتقد أن النظام في قطر يستخدم هذه القناة كورقة ضغط لتحقيق مصالحه، يستخدمها كعصا لتحقيق مصالحه، ولكنه لا يأخذ في عين الاعتبار إطلاقا مصلحة المواطن القطري الذي بات يعاني اليوم من ما يتم وصمه به بسبب ما تقوم به هذه القناة. نعم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.